نرمين الفقي بدأت حياتها الفنية في مطلع التسعينات عن طريق مشاركتها في عدد من الإعلانات بعد اكتشافها من قبل المخرج طلعت يوحنا واللي كان شاهدها على أحد شواطئ الإسكندرية فطلب منها أن تشارك في إعلان لا تخسر ولا تستخسر وكان إعلان أدوات بتحتاجها المرأة في المطبخ وشاركت في إعلانات مختلفة وأصبحت من أشهر مقدمي الإعلانات في بداية التسعينات. صارت بعدها على طريق النجومية فعملت كموديل في بعض الأغاني اللي تم تصويرها زي أغنية أولي للفنان محمد فؤاد وتمنيت مع الفنان أحمد الحجار لكنها لم تشترك في كليبات كثيرة ثم دخلت مجال التمثيل من خلال المسرح عام 95 شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية زي حياة الجوهري وطريق السراب وحققت نجاح كبير في وقتها وقامت ببطولة الكثير من الأعمال كان آخرها مسلسل لؤلؤ.